لله يعني كويس. هو الحاجة الوحيدة بس اللي هو الوقت بس هنا أول يوم وكده وزعوا الورق على الساعة 9 وربع بدين والله وخدوا يعني خدوا الورق في نفس المعاد. لجنة التغذية وتابع مصلحة الطلبة وإن هو يهدى خالص ويهدى براحته ومفيش غش ومنع التليفون خالص. واللجنة التغذية بتخلي الواحد يعرف يركز ويحل. دي بنت ثانوي بينجحك يا سيدي بالك انت ايه حاجه قاعده مستهكه الساعه 9 مستنيه اولادنا ونطمنونا عشان ياخدوا الشهاده الحلوه كده ويا السيسي تحيا السيسي تحيا السيسي تحيا السيسي